السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا. إخوان ديالي، عندي لكم اليوم واحد ثلاثة ديال الأسئلات جاوني في الأوديو، وبغيت وراني جاوبت عليهم، ولكن بغيت نجاوب في هذا الفيديو هذا باش المتتبعين ديالي، يعني الله يحفظكم ليا، غادي تتبعوا معايا وتصنتوا ليا مزيان فهاد الجواب. ثلاثة ديال الأجوبات اللي جاتني من عند الإخوان، سي مصطفى من أزمور، صديق ديالي وكيتبع معايا من البداية والله يسخر له. السؤال ديالو كيقول، قال لي العام بجمع انا قسمت خليات ديال النحل، ومن بعد القسمة العام بجمع نفحوا لي القسمات ديالي. القسمات نجحوا، ومن بعد النجاح ديالهم، يعني غبت عليهم انا مدة طويلة ورجعت. ملي رجعت وبغيت ندير مراقبة، يعني الخليات اللي هما قسمات ديالي، لقيت القسمة ما كايناش، وليت قلبت الأم حتى هي لقيتها ما كايناش. يعني النحل مشى بحالاته، النحل مشى بحالاته، ما بقاش، وخلى الشهد تما، ولكن من بعد طليت انا لقيت الفراشة دخلت الفراشة الخليات، دخلت لي القسمة ودخلت لي الأم. بغيت نعرف العام بجمعة هاد الفراشة اللي دخلت كيفاش كيكون السبب ديالها باش كتدخل، واش ملي كيكونوا يعني الخلية فيها خمسة الإطارات ولا أربعة عفوا خمسة الإطارات ولا أربعة وكتلقى هي اتساع وكتدخل، أو لا كتدخل ملي كيكون النحل عامر، الخلية عامرة كتدخل حتى هي الخلية عامرة. إخواني الأعزاء، هذا الجواب ديال السي مصطفى، طلبوا من الله يخلف له. محسن، إخواني الأعزاء، الفراشة إذا كانوا أربعة الإطارات
والخالية وشد فيهم النحل هما بربعة، يعني حتى إطار ما هو خاوي بلا نحل في أربعة الإطارات شد فيهم النحل بربعة. ولا إخواني الأعزاء دخلت الفراشة مثلا والإطارات ديالنا اللي عندنا في الخالية شد فيهم النحل مثلا بربعة ولا خمسة الإطارات وشد فيهم النحل كلهم، الفراشة كتدخل إما كيجري عليها النحل كتخرج، وإلا شدت البلاصة وما تحركتش كيسوديها النحل كيجمدها بالبرومبوليس، يعني كيكفرها وكتلصق في بلاصتها ما كتبقاش تتحرك. واي حشره من الحشرات يعني اللي كتدخل النحل وما كيقدرش عليها النحل يهزها باش يروحها على برا كيجمدها كيدور النحل وكيجمدها بالبرومبوليس وكتبقى لاصقه في بلاصتها حتى كتموت كتكفر باش ما كتاذيهش. والحاجة إخواني اللي كيقد عليها النحل يخرجها على برا كيهزها ويخرجها على برا راها ما كتبقاش. طريقة باش كتدخل إخواني الفراشة للخالية وكدير ما بغات في الخالية، وهي مثلا إذا كان عندنا الخالية ضعيفة فيها أربعة ديال الإطارات مثلا شد فيهم النحل وربعة ديال الإطارات ولا ثلاثة ولا خمسة يعني خاويين من النحل ما شدش فيهم النحل يعني غير زايدين في الخالية، بهالطريقة هادي إخواني الأعزاء كتدخل الفراشة للخالية وكتمشي لك الإطارات اللي هما خاويين من النحل ما شدش فيهم النحل، وكتشوف إطار من داك الإطارات اللي فيه حبوب اللقاح وكتمشي للبلاصة ديال حبوب اللقاح وكدير البيض ديالها. من بعد كدير البيض ديالها إخواني الأعزاء كيسرح داك البيض كدير هي العش ديالها كديرو صوفة كتكون الصوفة تما كيكبر العش ديال الفراشة على الأساس هي كتبيض باش يوليو فراشة، ولكن هذاك البيض كيولي دود كاين اللي كيقول له دود الشمع وكاين اللي كيقول له التونية، وكيبقى سرح داك الدود إخواني الأعزاء في الإطارات اللي هما خاويين حتى كيلحق الإطارات اللي شاد فيهم النحل، وكتدخل داك الدودة في وسط الشمع اللي شاد فيه النحل وكتبع الإطارات اللي شاد فيهم النحل شوية بشوية يوم على يوم حتى كتبع النحل كله ما كتخليلوش فين يتساع، ومن بعد ما كتخليلوش فين يتساع النحل كيضيق به الحل، الملكة ما كتبقاش تبيض النحل كيقلال، اما كيخرج النحل كيهرب كيمشي في حالته، واما كيبقى النحل كيقلال حتى كيتم الخلية ما كيبقاش فيها النحل، كتبقى الملكة بوحدها هي مثلا وشي شغالات قلال ولا نحلات قلال. إذن الخالية ديالنا خوات هالطريقة هادي إخواني الأعزاء هي باش كتدخل الفراشة
الخالية إذا كان فيها إطارات خاوية من النحل زايدين، وإذا كان إخواني الأعزاء أربعة الإطارات كما قلت لكم في الأول فيهم النحل، ولو كتدخل الفراشة ما كدي والو منه، يعني كيغلب عليها ما عندهاش فين تسع، كتولي تخرج بحالاتها ولا كيجري عليها النحل ولا كيكوفرها كما قلت لكم. هذه هي طريقة باش كتدخل الفراشة إخواني الخالية. السؤال ديال الأخ واحد، السؤال ديال الصديق واحد خور، يعني ما ذكرش لي سميتو، من اتجاه ديال الناظور، المهم هو من اتجاه ديال الناظور، قال لي العام بوجمعه راني درت شي طلب على الدواء ديال التونية، وراني توصلت به، واش يمكن لي العام بوجمعه نداوي به دابا، أو لا نخليه حتى من بعد؟ إخواني الأعزاء كما قلت لكم، الأخ ديالي سمحوا لي راني جاتني واحد المكالمة وتليت معها وبغي نكمل معكم. الأخ ديالي قال لي العام بوجمعة راني جاني شي دواء ديال لاباروا، واش يمكن لي نداوي بها دابا ولا فوقاش؟ إخواني الأعزاء، اللي عنده الدواء ديال لاباروا واللي بغى يدير الوقاية من لاباروا قبل ما تنتشر عنده، من بعد يجني العسل ديالو ويحيد العسل ديالو، يمكن له يدير الدواء الوقيته اللي بغا، من الاول ديال شهر ديال شهر 10، المهم ما نقولوش التاريخ، من اللي يبدا، من اللي يحيد العسل ديالو وما يبقاش العسل ما غيعاودش يحيد، اخواني الاعزاء داويو النحل ديالكم من لاباروا، يعني بدواء كيماوي او لا بدواء عادي طبيعي، المهم غتكونوا حيدتوا العسل. وزيدون طريقه واحده اخرى، اللي غادي يداوي لاباروا يعني بالدواء الطبيعي كما كنقولوا، شويه ديال الثومه يدقها ويديرها فوق الاطارات راه ما كتاثرش على العسل، واللي غيداوي بشي دواء كيماوي يخلي حتى يحيد العسل ديالو ومن بعد يداوي لاباروا ديالو. والدواء ديال لاباروا اخواني الاعزاء ما عندوش الوقت، يعني من شهر 9، من الاخر ديال شهر 9 الى نهايه شهر 5 ولا شهر 6 ولا شهر 7، المهم ملي يبدا النحل يدخل العسل ثاني راه ما بقى دواء ديال لاباروا، كيبقى الدواء غير طبيعي. الدواء الطبيعي ديال لاباروا راني قلتها لكم في الفيديوهات، شي جوج فيديوهات ولا ثلاثه اللي قلتها فيهم، الثومه مدقوقه ديرها فرزيمة تحطها فوق الإطارات، الزعتر الورق ديال الكاليتوس، الورق ديال الزيتون يكون باقي خضر شي شوية ولو يكون كارم في الظل، وكديرو في الرابوز ديالك، ومرة مرة كتصوت على الخلية ديالك مع داك التومة اللي درتي الفوق، ولا باروة كطيح إخواني الأعزاء وما كتكثرش عندكم لاباروا، راه كتغلبوا عليها.
وكتستمروا بالنسبه للثومه وهذه الطريقه ديال الدخان الزيتون والكاليتوس وشويه ديال الزعتر والرابوز وكتصوتوا عليه كتستمروا يعني مره مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه ماشي مشكل. والثومه غتبدلها على من سيمانه لسيمانه تبدل على اسبوع بدل الثومه ديالك والدخان خلاص وقت ما بغيتي تصوت على الخليات ديالك صوت عليهم والله يسخر الاخوان. السؤال الثالث جاني من عند الاخ من الجهه ديال وجده. الاخ ديالي تبارك الله عليك. السؤال ديال الاخ اش كيقول؟ قال لي العام بوجمعه من بعد كان جني والعسل وكان حيدوا الاطارات ديالنا اللي كانت فيهم العسل كان حيدوهم وكان حيدوا منهم العسل. واش يمكن لنا العام بوجمعه ردهم للصندوق ولا نحتفظوا بهم حتى العام الجاي ولا كيفاش الطريقه العام بوجمعه غادي نديرو؟ اخواني الاعزاء تبارك الله عليكم مجموعين ملي كنحيدوا العسل ديالنا كنحيدوا الاطارات يعني كل خليه كنحيدوا منها كاين على حسب العسل اللي فيها كاين اللي نحيدوا منها جوج كاين اللي نحيدوا منها ثلاثه كاين اللي نحيدوا منها اربعه على حسب العسل اللي دايره. وكنسوسوا العسل ديالنا الاخوان ديالي كنحيدوا منهم العسل وكيبقاو لنا الاطارات خاويين. الا كنا الاخوان ديالي عندنا الماكينه في بلاصه المنحل وكنسوسو العسل ديالنا في البلاصه ديال المنحل فين عندنا المنحل ديالنا كنحيدو العسل وكنسوسو الاطارات من العسل وكنردوهم لبلاصتهم. اللي حيدنا منها واحد كنردو له واحد واللي حيدنا منها جوج كنردو له جوج واللي حيدنا منها ثلاثه ردو له ثلاثه. المهم كنردوهم للنحل. علاش كنردوهم للنحل؟ كيكون النحل في الخليه مثلا كثير كيخصو فين يشد كنردو الاطارات ديالنا لبلاصتهم والنحل ديالنا الا كان كثير في الخليه كيولي يشد لينا في الاطارات وكيولي يقدهم لينا مثلا الا تشرقت شي عين سداسيه ولا شي حاجه كتقد كيقدها النحل الله يسخر فيه كيولي قد الشهده ديالو. ولا بقى شي عسر في وسط منها في وسط الاطار كياكلها النحل كيرعى عليها النحل كيجمعها. ولا لقى ما يعمر كيعمر فيه الا كان باقى شي عسل على برا وكيجيب العسل من برا غادي يلقى فين يديرها. ولا كانت الملكه محتاجه للبيض ولقات الاطار خاوي وقدو النحل نعم سيدي قد لها العيون السداسيه وبغات تبيض راه كتبيض فيه. كان باقي لينا حبوب اللقاح على برا كيجيبو النحل وكيجيبو حبوب اللقاح كيخزنو في وسط منو وكنردو الاطارات ديالنا الاخوان. من بعد كنحيدو العسل كما قلت لكم وكنريقلو المسائل ديالنا الاطارات ديالنا كنردوهم باش كيخدمهم لينا النحل وكيريقلهم. وملي كنساليو في ايامات الاخرى اخواني الاعزاء وكنجمعو النحل ديالنا كله ببلاصه وحده اخرى في البلاصه اللي غنخليو فيها النحل وغنقدوه هذاك الساعه كندورو على الخليات ديالنا وكنريقلوهم. اللي عندها الزياده كنحيدوها واللي خصها اطار كنزيدوه لها. وهذا هو اخواني الاعزاء النهار اللي كنحيدو العسل
كنردو الاطارات ديالنا لبلاصتهم حتى كنجمعوا النحل ديالنا كلهم وما كتبقاش المراه على برا، وكنوليو نقدو النحل ديالنا. وهادو هما سؤالات اللي جاوني في الاوديوات، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.